السلام لافامي، كديرين بخير؟ كنتمنى كل شيء يكون بخير. كيف العادة فقط طويت الماطة ديالي قادية البلاصتي اللي كنت ناعس فيها، توضيت صليت أنا الوردة الفجر اليوم. نصيحة الخود، أحسن حاجة يمكن الواحد يبدأ بها نهاره هي الصلاة. اليوم الثلاث، بما أنا ما خدامش اليوم وكيعمر السوق ديال الثلاث بقدرة، فكرت نمشي أنا وريضة والوالدة نبدلو الجو. من هنيت نوريكم السوق ديال الثلاث وكيفاش كدوز الأجواء. دابا حنا شادين طريق، كيف مشتو بلا زينه، خاصه غير الشتا، يا رب ترزقنا الشتا. انتما كتشوفوا رضا مازك ليا الشعبي. في هذه اللحظه وصلنا السوق ديال الثلاث. المهم الخوت، بقاو معايا نوريكم الاجواء ديال السوق. واحسن حاجه هو الواحد يخرج مع الوالده ويفاجئ عليها، واخا نردوا لهم غير شويه من داكشي اللي كانوا دايرينه علينا مني كنا صغار، واخا عمرنا ما غادي نردوا لهم داكشي اللي داروا علينا مني كنا صغار. من بعد ما شفتو السوق ديال الثلاث كيداير، كيف ما كتعرفوا ميمكنش انك تجي للسوق الاسبوعي وما تعمرش برد ديال الاتاي. وطيب على الفاخر، بقاو معايا تقداو الحيمات ونشوفوا القهوه اللي غادي نريحوا فيها. دابا وصلنا للقهوه اللي غادي نريحوا فيها، ونعطيو شولينا هاد الحيمات ويعمر لنا شي برد ونمشيو نرتاحوا في الميدا ديالنا بما وجد لنا هادشي. الواليده كي جاتك الاجواء؟ زوينه. ها؟ زوينه ديما كتكون فيها انا والواليده. الله يرحمها. الجمعه والسهر. ديما كنا. الله يحفظك خويا. خلص الوالده ونبدا نجيبوا الحيمات ونجيبوا. دابا عندك اسامه. هذا الشيء اللي كاين، ماتت الوالده كاين اسامه الله يرحمها. الله يحفظك. الله ينعسهم على جنب الله يا رب. امين. والدينا ووالديكم ووالدي امه محمد. أمي الحاني، أمي كل شيء. كل شيء. من بعد ما دوزنا خرجة زوينة، احنا راجعين للدار. الوالدة بدلت الجو شوية، الوالدة كي جاتك خريجة؟ زوينة الله يرضي عليكم، الله يرضي عليكم. الله يحفظك، ها هو رضا. الأمور رضا تا هوايا، تا هو رضا ولدي. مني جبدنا الهضرة على جدة، قلت مع راسي نمشي نزورها ونترحم عليها. تخيلوا معايا الصدفة، ملي دخلت الروضة لقيت الجنازة ديال واحد المرا كانت صاحبة جدة أمي نجمة الله يرحمها. كنت من الترحموا عليها وعلى جدة وعلى جميع أموات المسلمين. جينا عمرنا أميها باش نسقوا القبر. في هذه اللحظة قرأت عليها الفاتحة ما تيسر من القرآن، ودرنا شوية ديال الدعاء معها والله يجعلها لها في الميزان المقبول. كيف ما شفتو سقينا القبر ديالها وسقينا القبر ديال الجيران اللي معاها، والله يرحم الجميع. جيت للدار بدلت حوايجي ولبست حوايج ديال لونطريما، راكم عارفين لونطريما بالنسبه ليا هي كلشي. كيف العاده تقاشر الجداد ها هما ضروري كل سيمانه خاصني نشوف تقاشر كيتوصلوا ليا. كيف ما شفتو الخوت سالينا لونطريما وصلينا العصر ديالنا، ما كنبغيش العصر يفوت عليا. المهم الخوت كنت داير مع الاخت ديالي وبنت خالي باش نخرجهم، مع السيمانه اللي فاتت ما خرجتهمش مع هي وديك ديك ديال الخدمه. دابا غنخرجهم ان شاء الله ندور معاهم شي دويره واخا مدقدقين. راكم عارفين الخوت اللي عنده شي اختو ولا خو صغير خاصو يصاحبه بهذا المعنى باش يعرف عليه الكبيره والصغيره. مره الواحد يخرج مع خوه والاختو باش يولي يثق فيه.
كنتمنى يعجبكم ميني فلوغ وبغينا منكم شوية تاع السيبول. غادي نحط لكم اللين ديال اليوتيوب واللين ديال الانستغرام ديالي، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله الخوت.